أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه السائلة تقول: امرأة أكرهها زوجها على الجماع في نهاي رمضان فأبت، ثم حاول معها فأفطرت بشرب الماء أولا ثم سمحت له بجماعها، فماذا يلزمها والحالة هذه؟ إذا كان صحيحا ما قالت إنه أكرهها وأجبرها فليس عليها شيء في هذا، وصيامها صحيح لأنها مكرهة، والمكره لا ينسب إليه فعل إلا من أكره وقلبه مئن بالإيمان. عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. شربها للماء لا قيمة له، إذا شربت الماء متعمدة الإفطار أفطرت، أما إذا كانت ما شربت وإنما أجبرها على الجماع فإن صيامها مستمر ولا حرج عليها لأنها مكرهة. نعم. أما إذا كانت شربت متعمدة فإنها تصوم هذا اليوم لأنها أفسدته، ولم يكرهها على الشرب، شربت مختارة متعمدة ولم يكرهها على الشرب فتقضي هذا اليوم. نعم.